في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية. في مستهل الزيارة، عبر معالي وزير الداخلية لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود عن خالص التهنئة بصدور المرسوم الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيينه وزيرا للداخلية، متمنيا لسموه التوفيق والسداد. خلال اللقاء أطلع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي معالي وزير الداخلية على تطورات الوضع الأمني والشهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السعودية لمكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات المتطرفة. من جهته أطلع معالي وزير الداخلية نظيره السعودي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بعد ذلك توجه معالي وزير الداخلية والوفد المرافق إلى قصر الشاطئ بجدة لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. رافق معالي وزير الداخلية خلال زيارته معالي الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة رئيس جهاز الأمن الوطني، ومعالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.